ده الحقيقة اللي يمكن أبسط الحاجات اللي احنا يعني استعرضناها في خلال الأسبوع الماضي. كان لدينا طبعا اجتماع وزراء الإعلام العرب، كان لدينا اجتماع السيد الرئيس مع وزراء الإعلام العرب، كان لدينا أيضا عدد كبير جدا من الاجتماعات على مستوى مصر، سواء داخل مصر أو خارج مصر، مسؤولين داخل مصر، مسؤولين خارج مصر، في حالة من الحراك السياسي المهم جدا الحقيقة اللي بتخلينا نحس ان احنا ماشيين على الطريق الصح. طيب احنا عندنا دلوقتي 20 مليون مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا كنا بنتكلم عن الاعلام الرقمي واهميته، فاحنا عندنا دلوقتي 20 مليون متابع ومستخدم كمان لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. والحقيقه ان ده من المهم جدا بقى ان احنا كمان نستخدمه للترويج السياحي. الترويج السياحي لمصر، الترويج السياحي لكل المزارات السياحية، المزارات الأثرية اللي موجودة في مصر. عندنا متحف الحضارات لما كنا موجودين فيه وزراء الإعلام العرب الحقيقة كان مندهشين جدا بهذا الإبداع، وقالوا إن احنا لازم من خلال مصر إن يتم التسويق السياحي الصحيح لهذا المتحف، لأنه هو رائع جدا، متحف جاذب للانتباه بكل ما يمتلكه الحقيقة من مقومات. احنا عندنا القدرة عبر المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ان يكون عندنا حملات، والحملات دي توصل للعالم اجمع، وده اللي بيتم دلوقتي من خلال رفع شعار مصر بتناديك، اجازتك في مصر، سافر في مصر، ده من خلال وزارة السياحة. خلينا نعرف تفاصيل اكتر معايا دلوقتي الاستاذ احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير استاذ احمد. الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. كلمنا بقى دلوقتي، احنا كنا بنتكلم على التسويق وازاي من الممكن ان نستخدم الاعلام الرقمي في التسويق، فمن الواضح ان وزاره السياحه بتستخدم الاعلام الرقمي في التسويق السياحي بصوره متطوره جدا، فايه الخطه اللي بتتم اتباعها في الفتره الحاليه؟ احنا طبعا بقالنا سنين طويله بنعد هذا الاعداد، احنا شايفين ان التوجه العالمي دلوقتي في التسويق الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. والكلام ده كمان كان قبل الكورونا، بعد ما الكورونا جت الحقيقه يعني حتى مساحه الاعلان على التسويق الرقمي تضاعفت كثيرا بشكل كبير على المنصات دي. واحنا اطلقنا في بدايه الكورونا رحلات افتراضيه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بهيئه تنشيط السياحه، وبعدين اطلقنا حمله كبيره في شهر 6 من العام 2020 قبل فتح الطيران لمصر في 1/7، وجابت اثار جيده جدا لان مصر كانت من اوائل الدول اللي تفتح ابوابها مره اخرى للسياحه، والحمد لله السياحه من ساعتها في تصاعد. بالنسبه للسوق العربي او التعليق على عدد المشاهدين للحمله العربيه اللي احنا اطلقناها في شهر 5 اللي فات، احنا طبعا بنتابع يعني اخواتنا في الدول العربيه ومسارات التطعيم وفتح السياحه والطيران بالنسبه للمواطنين، واحنا كان عندنا توقع ان هو ان شاء الله عن قريب الاسواق العربيه هتبقى من اوائل الاسواق اللي هتفتح الزياره لمصر. وبناء على ذلك احنا استضفنا عدد كبير من المدونين والمؤثرين في الاشهر الماضيه، لان مش بالضروره دايما الترويج والتنشيط يبقى باعلانات مباشره، فبدانا الاول بمجموعه من المدونين والمؤثرين العرب على منصات التواصل الاجتماعي في مزارات سياحيه واثريه يعني كثيره جدا على مستوى الجمهوريه، واشتركنا في معرض الملتقى العربي. استاذ احمد، الاعتماد على المدونين والمؤثرين، هل بيبقى فيه يعني متابعه على ردود الفعل؟ يعني انا شايفه ان العالم كله بقى بيعتمد عليهم، لكن هم لهم برضو متابعين من نوع خاص، فاحنا كده بنعتمد عليهم اعتماد كلي، فهل احنا بيبقى عندنا من حين لاخر متابعه لردود الافعال؟ هل الموضوع ده صح ولا محتاجين ان احنا يبقى عندنا اكتر من مكان بنعتمد فيه على الترويج؟ طبعا حزمه الترويج اللي احنا بنستخدمها في التواصل دوليا ما بتعتمدش بس على المدونين، اولا احنا عندنا كرايتيريا او ضوابط معينه باختيار المدونين والمؤثرين، من ضمنهم عدد المتابعين ونوعيه العرض اللي هم بيعرضوه او المحتوى اللي هم بيعرضوه في الصفحات بتاعتهم، تبقى مهتمه بالسياحه والسفر بشكل كبير وهكذا. لينا ضوابط كويسه جدا واحنا بنختار المدونين اللي احنا بنتعامل معاهم سواء من داخل او خارج مصر. ده جزء. الجزء الثاني
طبعا الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقميه هذه اداه يعني الى حد ما حديثه، لكن احنا يعني هي مهمه. انا بقول لحضرتك هي مهمه جدا، بس انا يعني انا كغيوره على بلدي انا دايما بحب يكون في متابعه لردود الفعل، لرجع الصدى، الفيدباك. يعني هل ده احنا ماشيين صح، ولا محتاجين ان احنا نزود الجرعه، محتاجين ان احنا عندنا وسائل واليات اخرى؟ هو ده احنا طبعا النهارده احنا بنتكلم ان احنا اطلقنا الحمله دي في شهر 5، واللي تم نشره النهارده عن طريق الوزاره من تقارير، دي كلها تقارير متابعه. احنا طبعا لما بنطلق حمله او بنتعامل مع مدونين ومؤثرين دايما بنقيس ردود الافعال، عشان دايما يبقى في نوع من التطوير والتحسين فيما نقوم به، سواء في المحتوى، سواء في كثافه الاعلان ونوعيه الاعلان والمنصه نفسها. طبعا كل الكلام ده بيتم يعني اول باول متابعته عن شركات متخصصه في مثل هذا الشان من ابحاث تسويق وتحليل للمعلومات والبيانات وخلافه. طب أخيراً أستاذ أحمد، بعض الدول اللي وضعت مصر على القائمة الحمراء، هل في أي إجراءات من جانب وزارة السياحة لعدول هذه الدول عما قامت به؟ هو غالباً القوائم دي بتتم بناء على إجراءات معينة وقياسات معينة، ويعني غالباً بيبقى وزارة الصحة يمكن هي اللي معنية بهذا الشأن فيما يخص هذه الإجراءات أو غيرها من الوزارات. هي في الآخر احنا محتاجين نشوف احنا ليه موضوعين على القائمه الحمراء، هل يعني بسبب نسب التطعيم، نوعيه القياسات، يعني كل دوله واخرى بتبقى عامله هذا الموضوع حمايه لمواطنيها. وعلى فكره يعني العالم كله في مساله يعني مراجعه دائمه لاجراءاته، واحنا بنتقدم كمصر بالنسبه للدول السياحيه الاخرى، ولدينا العديد من المؤشرات الايجابيه تجاه مصر، واحنا الحمد لله من الدول اللي احنا حققنا نسب كبيره جدا في السياحه قصاد دول سياحيه اخرى، يمكن لغايه النهارده لسه ما فتحتش او نسب الاصابات بتاعتها ما زالت مرتفعه. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات استاذ احمد يوسف، رئيس هيئه تنشيط السياحه.